رئيس قائمة الائتلاف الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي سي عبد العزيز السبري ورقمها 39. تفضل سي عز الدين، نفس المحور اللي هو باش تقدم لي القائمة نتاع المترشحين نتاعكم. أولا مرحبا بمستمعي ومستمعات دريم اف ام، تحية لهم، تحية إلى كل أهالينا في القيروان. قائمة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي هي قائمة كما اسمها موجود، قائمة ائتلافية تتكون من أحزاب ومستقلين، شخصيات مستقلة. عندنا قائمات في كل تراب الجمهورية، عندنا قائمات في فرنسا 1 و2، عندنا قائمة في العالم العربي. إذن الائتلاف الديمقراطي على مستوى القروان القائمة هي رقمها 39. رئيس القائمة المتكلم عبد العزيز السبري، أستاذ متقاعد نقابي، تحملت مسؤولية نقابية في الاتحاد الجهوي للشغل لدورتين، تحملت كتابة عامة للنقابة الجهوي للتعليم الثانوي، كنت بعد 2011 رئيس المجلس الجهوي لحماية الثورة، ما هوش تاع روابط الثورة، لحماية الثورة اللي كان ينسق مع المجالس المحلية في المعتمديات، كانت تمثل فيه كل الحساسيات، كل المجتمع المدني. خدمنا خدمة تقريبا، احنا كنا وقتها اللي مع السلطة، معناها كل المشاكل الموجودة وقتها كنا نحلوا فيها مع السلطة، حتى لين تعمل المجلس التأسيسي وتعملتك الهيئة نتاع بن عاشور إلى آخره. بالنسبة للشعار نتاع القائمة هو غصن الزيتون. بالنسبة للثانية في القائمة هي مدام نجاة الجبنوني، متصرفة ببلدية القروان. بالنسبة للثالث في القائمة لحبيب السعيدي، وهو مهندس أول ورئيس مصلحة في سبيتلة. بالنسبة للرابعة في القائمة عفاف المصري، وهي موظفة في بلدية القروان. بالنسبة للخامس هو محمد الهذيل البراق، وهو موظف بالمندوبية الجهوية للفلاحة. بالنسبة للسادسة هو حنان السبري، وهي سنة ثانية ماستر علوم إعلامية. مباشرة مع رئيس قائمة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي سي عبد العزيز السبري، رقم القائمة هي 39. ما زلنا في نفس المحور الصحة، شنو برنامجكم في قطاع الصحة بالنسبة لولاية القيروان بمختلف معتمدياتها؟ المشكلة نبدأ بأول محور، المشكلة ليست في البرامج وليست في مرام الوعود، المشكلة هو في من يقدم الوعود، المشكلة هو في أنه الأفضل، المشكلة في أنه الناس اللي تمشي للبرلمان أن تنجم تضرب على الطاولة وتدافع على الجهة وتنجم تتابع الملفات نتاع الجهة. ندخل الملف، احنا القروان الناس كلها تعرفها، القيروان هي من الجهات التي تعيش معناها وضع كارثي على مستوى الصحة، يعني أن السلطة تقمر معناها، سامحوني في الكلمة، بحياة المواطن، أي أن السلطة تستهين بحياة المواطن في القروان. وقت ما توفرلكش طبيب تبنيج وما تعملش عملية للمواطن، معناها المواطن ينجم يموت. وقت اللي مواطن معناها بنية صغيرة تجي من الشراردة ملسوعة وما يعرفش معناها العائلة نتاعها اللي هي معناها عندها لسعة، ما توجدش فين تعمل التحاليل إلا ما تحل معناها الصباح الفضاءات معناها الخاصة باش عمل تحليل وتموت، هذا معناها هو تهاون واستهانة بحياة المواطن في القروان. إذا بالنسبة لنا احنا معناها مش نحكي على شنو اللي نحب، لكن المفيد هو شكون اللي دافع على اللي نحب. أول حاجة هو توفير الخدمات الصحية الأساسية، لأنه احنا اللي ينقصنا في القروان أنه الفضاءات ناقصة، المستشفيات الجهوية أكثر المعتمديات لا تملك مستشفيات جهوية، ما ننساش زادة التجمعات السكنية في الأرياف واللي يلزمها مستوصفات، وثم مستوصفات إن وجدت ما توجدش فيها لا طبيب ولا جهة طبيب، وثم كان الحيوت، وثم مرات حتى الماء ما فيهاش، أنه لابد أن كل تجمع سكني تكون فيه مستوصفات في الأرياف، لابد أن كل معتمدية يكون فيها مستشفى جهوي، ولابد أن يكون لنا مستشفى جامعي في القيروان الذين وعدوا به، وكل مرة يوعدوا والوعد يتحول من 2020 2021 2024 واحنا ماشيين حتى انه هالمستشفى ذا معناها اللي ينجز. كذلك توفير الادويه، الناس تمشي تعدي معناها في السبيطار وفي المستوصف وفي الاخر يعطيك ورقه طويله عريضه والناس ما عندهاش والناس ما في حالهاش وزوال معناها الدواء ما فماش، يعطيه لانالغون ويقول له برا نشري من انتهى التوقيت. رئيس قائمه ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي سي عبد العزيز السبري، رقم القائمه 39، نفس المحور، شنو رؤيتكم للتنمية والتصغير في مختلف معتمديات ولاية القيروان؟ بالطبيعة بالنسبة للقيروان ساعة هي ناخذوها في بالنسبة للبطالة تقريبا مرتبة هي القبل الأخيرة فيما يخص البطالة. هذا نتيجة أنه ما فماش تنمية في القروان.
كي نقول التنميه يلزم توفر ساعه الظروف نتاع التنميه، وقت تبدا ما فماش بنيه تحتيه، وقت تبداش فما كياسات، وقت تبداش فما مناطق صناعيه، وقت تبداش فما وفما وفما وفما، معناها ما نجمش يجي التنميه. وحتى بالنسبه في البرمجه، في البرمجه على المستوى الوطني، اللي هم يبرمجك في الجهات، يبرمجك مخطط مثلا 3-4 سنوات، فالجهه دائما معناها نسبتها في التنميه هي نسبه ضعيفه جدا. احنا اللي نطمحوا له شباب نتاع القروان، اللي نطمحوا له في القروان هو ايجاد، خاصه في الظروف اللي معناها الانتداب مسكر في الوظيفه العموميه، ما فماش انتدابات في القطاع العام تقريبا زادك. اللي نطمحوا له هو انه ايجاد اليات جديده للتشغيل. مثلا احنا الراك تلاف، وهذه معناها نقطه تقريبا عديد من القائمات يتكلم عليها، هو انه خلق اليات جديده للتشغيل، وذلك عبر اللي كان يتكلم فيه طارق، عبر توزيع الاراضي الدوليه. التوزيع كيفاش يكون؟ مش خاطر الطريقه اللي عملوا بها اللي وعدوهم بها هو كراء، لا احنا ما نحبوش مش كراء، انك توزع له وتموله، تعطيه التمويل او تمكنه من قروض ميسره جدا، مع معناها اعطائه مهله نتاع ارجاع بعد عامين مثلا ولا ثلاثه، تكونه في شكل تعاونيات. اي احنا نركز على الاقتصاد الاجتماعي التضامني في شكل تعاونيات، نجم هذا تحل به معناها اشكال كبير نتاع التشغيل، معناها في بالنسبه للجهه. فما زاد المبادرات الفرديه، احنا لو ارض معناها في بلادنا نجم نعمل مبادرات فرديه داخل معناها الجهه، هو انه الشباب، لانه مثلا شاب ما عارفش انا مجاز مثلا في العربيه لا ينتدب، يكونوا خليه واعطيه انت قرض وخليه يعمل مشروع في معناها في دومان اخر. اذا معناها تشجيع المبادرات الفرديه ل الى رئيس قائمه ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي سي عبد العزيز السبري، ورقم القائمه هي 39. شنو هي رؤيتكم في قطاع الفلاحه في مختلف معتمديات ولايه القيروان؟ بالنسبه للفلاحه، بالنسبه للقروان، احنا نسميوها سهل القيروان وسهول القيروان. الارض موجوده، لكن المشكل الاساسي بالنسبه للفلاحه في القيروان هو الماء، توفير الماء، الماء اللي هو يشترك ما بين معناها الماء الصالح للشراب وما بين الماء للسقي. احنا عندنا 3 سدود في القروان، وعندنا عديد من معناها الابار العميقه اللي موجوده، لكن الى حد الان اكثريه معناها البارح مثلا انا في جهه الحاج نشوف في نوعين، على يمينك الزيتون معناها محروق بالسميشه، وعلى يسارك هذاك المسخي معناها اخضر يرفرف، والاخر واحد المشكله هو مشكله الماء. انه بالنسبه لنا احنا هو انه لابد من ايجاد اليه لتوفير الماء. عندك الماء نتاع السدود ينجم معناها لذا يكون التصرف فيه معناها تصرف حكيم، ينجم يغطي عديد الاراضي معناها ويمكن الفلاحين من كذلك المناطق اللي ما تنجم توصلها البحر. ثم البحيرات الجبليه المطلوب في القروان، لانه ثم وعود سابقه معناها من السلطه سواء اللي موجوده تو الشاهده واللي قبله، وعود بالمزيد من البحيرات الجبليه لتوفير الماء للفلاح باش ينجم معناها يسقي الارض نتاعه. هذه بقات وعود وكاو معناها وعود على ورق، ولا بد انه النواب اللي جايين المره الجايه معناها مش يطلع المره الجايه لمجلس النواب انه يخدموا على النقطه هذه. الحاجات الاخرى اللي واحد بعد الماء، حاجات اخرى احنا نراو انه بالنسبه للواحد هو معناها ديما تدخل بها، هو حكايه المناطق السقويه، المناطق السقويه اللي تنجم توفر العديد من مناطق الشغل. ومناطق السقويه تركزت في بعض الولايات، في جدوبه، في باجه، واحد احنا في القرون عندنا بعض المناطق السقويه لكن غير كافيه، لانه الاراضي اللي عندنا تمكننا من انه تكون ثم مناطق سقويه اكثر من هكذا. عندنا التركيز نتاع الوحدات، هذه تعرف هذه تركيز الوحدات للصناعه التحويليه، هذه من المشاريع المعطره. معناها مبرمج تو عملناه، لانه من المشاريع وقت اللي جاي يوسف الشاهد وضرب نهارين لهنا وعد العباد ومن بعد معناها في ساعه روح، هذه من واحد الواحد. انتهى التوقيت سي عبد العزيز. قائمه ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي سي عبد العزيز السبري، ورقم القائمه هي 39. شنو هو مشروعكم للشباب وللثقافه وللتعليم؟ تفضل سي عبد العزيز. بالنسبه مش ناخذ مرتبين، نبدا مثلا بالنسبه للشباب، وبالنسبه للشباب والخروج به من المخاطر نتاع الارهاب والمخاطر نتاع الجريمه والانتحار. انا في بالي خاصه ناخذ على مستوى المعتمديات، وبعد نرجع للمدينه كيفاه، على مدينه قيروان بتبيع المركز. على مستوى المعتمديات ثم جمعيات رياضيه وثقافيه، اللي هي جمعيات معناها ما عندهاش تمويلات. مثلا جمعيه رياضيه لا فما معامل لا فما رؤوس اموال باش تدعمك الجمعيه هذيك، نعرف عن الجمعيات الرياضيه معناها تدعم السلطه الجهويه شويه فلوس والبقيه معناها الناس. احنا ما نطلبه هو دعم هذه الجمعيات الرياضيه والثقافيه.
دعمها ماديا حتى تقوم بدورها التأطيري للشباب، وهذا يهم جدا خاصة على مستوى المعتمديات. بالنسبة للنقطة الأخرى هو أنه على مستوى القروان عندنا فسقية القروان، أكل المشروع اللي الناس وقفت عليه وعملت عليه وقفات وعملت فين ووقتاش، لابد باش نهاياها، لابد من تهيئة الفسقية وتحويلها إلى نواة لمركب ثقافي كبير، معناها تتفرد فيه العائلات، تكون فيه نوادي ثقافية، يكون فيه كل شيء. هذا المركب متى يرى النور؟ لأنه ما العلم اللي عندي هو أنه ثم من يعرقل هذا المشروع، فما ناس معناها عندها مصلحة في عرقلة المشروع، لأن الناس هذه تعلمت بالصمصرة، تصمصر في المشروع، ما يتعمل المشروع لما يقبض الواحد تاعه. دونك متى يقع تهيئة هذا المركب الثقافي معناها تاع الفسقية الغالبة؟ بالنسبة للتعليم، التعليم كما كان يحكي طارق، انا نهارين مشيت للباطن، الباطن مسكر رومبوا غادي، تعرف الباطن يجي من الجنوب الكاس كله يجي من تونس. علاش مسكر؟ لانه ثلاثه اقسام غادي معناها قايل للسقوط، جابوا له مبرارك فيها ببرك حديد، فيها ببرك يدخلوا ثلاثه المعلمين. انا مش قراوات نمشيو الى مع قائمه الائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي سي عبد العزيز السبري، ورقم القائمه هو 39. شنو مشروعكم لتحسين البنية التحتية وحلحلة المشاريع المعطلة في مختلف معتمديات ولاية القيروان؟ تفضل عندك دقيقتين سي عبد العزيز. بالنسبة للبنية التحتية، أول حاجة بالنسبة لنا احنا هو ساعة معناها تدعيم النقل بين التجمعات السكنية، وتدعيم النقل بين التجمعات السكنية وبين المدن الكبرى أي المعتمديات ما يتم إلا عبر أنه أول حاجة صيانة المسالك الموجودة تو، لانه فما انا ريت مسلك ثم مواطنين خلوا لي ثم مسلك يطلبوا من عام 97 هم يطلبوا باش يصلحوا، ما صلحوهمش توا، جات ثوره وثمانية سنين بعد الثوره. اول حاجه التعهد المسالك هذيك باش يصلحها، باش الناس خاطر وقت تصب المطر في القروان ما عادش تحبس الامور، ما عادش ينجم الناس معناها تتنقل، ثم فلاحه ما عادش ينجم يجيب الخضر نتاعو، ثم كيران ما عادش تتعدى تهز التلامذه خاطر في وقت القرايه الكار تخرج تهز للارياف، تعرفوا ان كيران تو يهزوا معناها التلامذه للارياف، انه هالمسالك هذه التعهد تعهد هذه المسالك والاماكن اللي تنتظر في المسالك هذه لابد باش معناها تكون فيها مسالك ريفيه. اذا هذه اول حاجه، لانه البنيه التحتيه عندما نحكي على البنيه التحتيه نحكي اساسا على معناها الطرقات. عندنا بالنسبه حاجه اخرى، انا ولو مش نقطه باش ندخلها في حكايه البنيه التحتيه، حكايه الماء الصالح للشراب خاصه بالنسبه للارياف، راهو الجمعيات اللي موجوده تو غير مجديه. جمعيات قبل 2011 تعرفوها كيفاش، انه الناس تدفع فلوسها وتتقص عليها الماء لانه واحد ما خلصش تتقص على الناس كل. اذا المشكله هو اول حاجه ساعه تجديد الشبكه تاع المياه بالنسبة للمسار الشرعي، تجديد الشبكة ذيك وإحالتها إما للصونات وتولي كل معناها منزل عنده معناها المنقل تاعو كما موجود في المدن وانو يتحمل مسؤوليته وحده، أو أنه تكوين شركة جهوية للمياه خاصة بالمياه الصالحة للشرب وحتى للمياه تاع السقي تابعة للمندوبية الجهوية للفلاح. هذوما معناها زوز حلول بالنسبة له. بالنسبة للمشاريع المعطلة، عندنا مضاعفة الطريق نتاع نفيذ القروان، هو هام جدا كما كان طريق الموت نتاع سوس تو عندنا طريق الموت نتاع النفيذه. انتهى التوقيت. رئيس قائمه ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي سي عبد العزيز السبري، ورقم القائمه هي 39. شنو هي المقاربه اللي تقدموها لاشكاليه البيئه والمحيط؟ بالنسبه للبيئه والمحيط ساعه ثم عندنا اشكال اللي هو عملنا الاثيره واثيره حتى سنوات قبل، والاشكال مش يكون على قريب لانه تو مش نبداو في جني الزيتون، ونعرفوا انه بالنسبه للمعاصر اللي مش تبدا تخدم توا مش تسيبك المرجين هذاك، وعملنا صارت برشا اشكاليات وتسكرت كياسات. هذا لابد من ايجاد حل وايجاد مصبات فين يمشي المرجين هذاك، مش معقول انه نسيب المرجين في الكياسات، نسيب المرجين على الاراضي نتاع الناس، هذه لابد من حل، والسلطه الجهويه هي المسؤوله على هذا. وبالطبيعه اذا الناس اللي مش تخرج من بعد ما مش يكون في مجلس النواب لابد هو ان يضغط حتى على المستوى الوطني معناها وزاره البيئه والتهيئه الترابيه الضغط والملف هذا، لانه اي نائب ينجم يدخل للوزاره ونجم يضغط ونجم يجيب حلوله. هذا اكبر مشكل مشكل تاع تلوث زيادة على المعمل اللي كان يحكي عليه تاع العوايد اللي عملناه للناس سكرت الكياس وعندهم الحق، رغم اني مانيش مع التسكير اما عندهم الحق لانه زيادة تلوث كبير غادي في المنطقة هذيك، زيادة على معمل الكردونة اللي سكر في وقت ما ورجعوه توا معناها ورجع يخدم بعد 2011 وكانه معناها مع التلوث، هو أكبر خطر المعمل ذاك لأنه ثم جهات ما قبلتوش وجا لهنا. عندنا كذلك بالنسبة لي
معناها المصبات يلزم تهيتها ويلزم إعادة التهيئة نتاعها، ونشوف واحنا نصب المطر نص ساعة في القروان تغرق الواحد تغرق معنا البلاد، مش كل القروان نحكي حتى معتمديات زادة كيف كيف. حاجة أخرى، ثم ناس مازال لا تتمتعوا بالربط معناها مع التطهير، أنه مازالت معناها في معتمديات مدن نتاع المعتمديات مازالت معناها أبار يحفر بير معناها واحد وما تمش الربط بشبكة التطهير. هذه زاد من الحاجات الهامة جدا، وهو أنه المناطق السكنية وخاصة المعتمديات والتجمعات السكنية لابد من حل لربطها بشبكة التطهير. بالنسبة للمحيط ونحكي معناها على المساحات الخضراء داخل المدن وداخل المعتمديات، راهو لنا راهي كارثة في القرآن أنه مساحة خضراء تجي يبيعوها وتولي تصبح فيها معناها منزل. اللي هي كان موقع الاجتماع سي عبد العزيز السبري ورقم القائمة 39، شنو هي صلاحيات النائب سي عبد العزيز؟ بالنسبة لدور النائب في مجلس نواب الشعب، ثم الدور التشريعي، ثم الدور الرقابي، ثم الدور السياسي، وثم الدور التواصلي اللي متحدثوش عليه الخيان الزوز، وهو الدور الهام في هذوم الكل. بالنسبة للدور السياسي، أنه بالنسبة للنائب على الأقل ما يكونش نائب لا يملك حتى خلفية، ما يهمنيش فيها أن الخلفية شنية، على الأقل خلفية سياسية لفهم الأشياء، لأن نجم تفهم الأشياء إذا ما تكونش عندك شوية سياسة، لأنه مش تدخل مجلس النواب معناها وما عندك حد شيء وما عندكش معناها ملم بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، عندك معناها ديزابيسي كما يقولوا فيها. الدور التشريعي، الدور التشريعي هو النائب داخل كتلة ينجم يقترح مع الكتلة نتاعو مشاريع نتاع قوانين، مشاريع نتاع مبادرات، ويحاول مع الكتلة نتاعو أن يمرر بالطبيعة بالتنسيق مع بعض الكتل الأخرى اللي هي معناها تتمها معه في نفس الرأي، أنه يحاول معناها القوانين اللي تنفع بالطبيعة للبلاد، لأنه هو صحيح نائب عن جهة لكن هو نائب شعب ونائب معناها وطن، معناها يلزم معناها قوانين اللي تنفع الوطن. هذا بالنسبة للدور التشريعي. بالنسبة للدور الرقابي، الدور الرقابي هام جدا. الدور الرقابي النائب مش يراقب بالطبيعة مع بقية النواب، هو معناها عمل الحكومة معناها السلطة التنفيذية، لكن في الدور الرقابي تعرف أنه زاد يزيد نجم يفيد جهته، لأنه النائب في ملف مثلا ملف الصحة في القروان، النائب نجم يوصل النجم معناها يوجه الأسئلة الشفاهية، نجم يوجه الأسئلة الكتابية، ينجم يهز الملف ويمشي يدز باب الوزير ويدخل وما يقوي يلزم يحل الملف. هذا معناها الدور، الدور الرقابي راه مش كان معناها نبقى من بعيد معناها نعس ونرشم الحكومة مش عندنا ما تعملش كده. الدور نتاعك الرقابي هو انه تفعيله انه تنجم تمشي وتهز الملفات وتدافع عليها وتتبع الملفات. الدور التواصلي، وهذا الدور الهام جدا، الدور التواصلي من النائب ما يلزموش. انت كثير شنو اهم المبادرات التشريعية اللي ناويين تقدموها في قبة البرلمان؟ تحت قبة البرلمان، تحت قبة البرلمان في بالي أول مبادرة تشريعية هي انه الرفع الآلي للحصانة على كل نائب معناها عنده شبهة فساد، لأنه اللي نشوفوه توا فما برشا من الناس توا عاودت عملت قائمات باش ترجع للحصانة البرلمانية باش ترجع تغطي أرواح. الرفع الآلي معناها أنت عندك شبهة فساد يرفع عليك من غير ما ترجع للمجد يعرفهم طارق معناها الإجراءات، من غير ما ترجع مع شنو ترفعه آليا عندك شبهة فساد وثم قضاء، وعندكم ثقة في القضاء مدوله قضاء مستقل باهي، امشي للقضاء ونهار اللي برك القضاء انت باش ترجع، ما يبركش القضاء. اما اللي موجود توا انه برشا ناس متغطين بقبه البرلمان وهما عندهم ملفات فساد وهما معناها البلاد معناها تخربت على يديهم. هذا اول تقريب قانون اللي يحمي البلاد من الفساد. راهو الفساد ماهوش كل الفساد المالي، راهو ثم فساد مالي، ثم فساد اداري، ثم فساد معشوف، ثم فساد في عده ميادين، وفما ناس معناها عندها ملفات وتتغطى بها. هذا تقريب اول واحد. الحاجه الثانيه والقانون الثاني هو فيما يخص التشغيل. في التشغيل عندنا ملف التشغيل الهش اللي هما الحظائر اللي هما النواب في الثاني وفي الاساسي واللي كانت تقبل المناول. في بالي لابد من قانون انه يجرم ويمنع التشغيل الهش، وان ثم موطن عمل القار لابد ان يقع فيه الانتداب، مش الموطن تاع عمل القار وانت تجي تخدمه ب 300,000. هذا لابد انه يكون قانون يعاقب ويجرم بما فيها الدولة بما فيها الوظيفة العمومية معناها فيها هذا يجرم كل معناها تشغيل. كذلك بالنسبة مع القانون هذا معناها اللي يجرم التشغيل هو لابد أنه القانون هذا
معناها يوضع حتى يحل المشاكل اللي هما موجودين تو في تشغيل الغش، اللي هما تشغيل الهش عفوا، اللي هما حظائر ما بعد 2011، والنواب التعليم الثاني والتعليم الاساسي، معناها قانون يسوي لهم الوضعيه نتاعهم ويحرم التشغيل معناها الهش داخل داخل تونس معناها ككل. انتهى التوقيت. سي عبد العزيز الديمقراطي الاجتماعي سي عبد العزيز السبري رقم القائمة 39، تفضل عندك 3 دقائق كلمة حرة. بالطبيعة قائمة الائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي واللي الرمز نتاعها هو غصن الزيتون، تتوجه للمواطنين والمواطنات في جهة القروان باش يصوتوا لها. جربونا، احنا أول مرة نتقدم كائتلاف بقائمات، 8 سنوات والناس اللي عندها الأغلبية في البرلمان ما عملت لكم حتى شيء، الوضع زاد سوء، بطالة معناها أكثر، فقر أكثر، دينار طايح، تضخم، معناها الناس هذية ما نجمش تحسن إدارة البلاد. شوفوا جربوا ناس أخرى، جربوا عباد أخرين وحاسبوهم. رأوا الفايدة مش معناها اللي يوعدك تو، الفايدة في أنه يكون معناها إنسان قادر على تبليغ الصوت، إنسان يضرب على الطاولة، إنسان يفاوض، إنسان يهز الملف ويدز الباب نتاع المسؤول ويدخل. صوته للقائمة 39 اللي هي قائمة الائتلاف الديمقراطي الاجتماعي. ثم نقاط باش نزيدهم، ثم فئة اجتماعية معناها نسيناها، مش نسيناها، يعني بكري معناها ما وجدتش الوقت. الفئة الاجتماعية اللي ننتمي لها أنا، وهي الفئة نتاع المتقاعدين. أنا ما نطلبه وما نوعد به رغم أنه يبقى الوعود، قلت ما مانيش حاب شعود. تقريب الخدمات الأساسية الصحية والمعاملات المالية من المتقاعدين والمسنين. واعتماد منظومة الخدمات المتنقلة بالتجمعات السكنية، معناها واحد مرات يهبط لك من الشرادة يهبط لهنا للكنامة ويهبط معاش لسين اساس او لسين البياس على ورق، ما فيها باس انه كل سوق اسبوعية فما معناها وسيلة نقل تابعة لدارة نتاع الكنام ولا نتاع سين اساس سين البياس تتنقل، وكل الوثائق اللي باش يجي المواطن يجي بهم لنا ينجم يخرجهم له نهار السوق غاد، او تكوين او معناها مكاتب موجوده في كل معتمديه، كل معتمديه فيها مكتب معناها نتاع ضمان اجتماعي مع بعضهم، نجموا 3 كنام صندوق ضمان اجتماعي وسينير بيس مع بعضهم باش يقدموا الخدمات، لانه الفئه هذه هي الفئه اللي معناها قاعدين ناكلوا في العصا بالحق. شهريتنا تخرج جي بعد الوقت، خدماتنا ماشي، هذه من النقاط اللي يلزمها معناها. عندنا النقطه الاخرى وهو ان لابد من معناها جرد شامل للعائلات المعزة، ومحمود تدخل الجرد هذا والتدخل بضمان الحد الأدنى للكرامة. راهو مش معقول معناها أنه الناس معناها إذا يفطر ما يتعشاش وإذا يتعشى ما يفطرش. جرد العائلات وتمكينهم من التغطية الصحية أولا، ثانيا مصدر دخل والسكن اللائق. وفي إطار معناها بالنسبة للسكن اللائق، هو ما نطلبه هو أنه لابد أن يكون هنالك جرد معناها العقاري حتى نمكن من مقاسم بالنسبة للسكن الاجتماعي سواء داخل المدن الكبرى أو حتى في الأرياف. هو شو اسمه يعطيك الصحة سي عبد العزيز، نحب نشكركم، نشكر ضيوفنا الكرام المترشحين. حلقة اليوم من برنامج المناظرة الانتخابية انتهت، وما زال البرنامج متواصل مع تواصل الحملة الانتخابية إلى حد يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019. كان معكم أرون دعلول في الأعداد والتقديم، وذكر العباسي وأمل البارز في الإخراج التقني. إلى اللقاء. بجعلين من ربي ما يخافوش، وضوب الماء وما زلوش، سحروا من خير الله.